ثلاثة أشخاص جاءوا مولودين متأخرين، وكل شخص يعلن حاجة. إسحاق اتولد وإبراهيم سنه 100 سنة، وسارة سنها 90 سنة، وكلمة إسحاق معناها فرح، معناها ضحك، معناها سرور. وعارفين الفرح والضحك والسرور مين ده؟ مين السرور؟ هذا هو ابن الحبيب. نفس كلمة الذي به سررت هي إسحاق، اللي به إسحاق. ليه سر بيه؟ لأن صنع لنا خلاصا ورد السبي بتاعنا. وعندما يرد الرب سبي صهيون تمتلئ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. فالشخصية الأولى هي شخصية المسيح ممثلة في إسحاق اللي صنع الخلاص. طبعا إسحاق مش صنع الخلاص، الخروف اللي بديل لإسحاق هو الخلاص، حمل الله. الشخصية الثانية صموئيل. صموئيل ده ماسح الملوك. صموئيل ماسح الملوك، وكلمة صموئيل سامو يعني سألته، طلبته. إيل يعني الله، يعني طلبته من ربنا واستجاب لي، ادهوني ربنا. وده رمز السر المسحة، عمل الروح القدس. صموئيل ده رمز العمل الروح القدس. يبقى إسحاق كان بيرمز لمين؟ للمسيح اللي هيصنع الخلاص، البديل اللي هيصنع الخلاص. في صموئيل عمل الروح القدس اللي هيمسحنا كلنا. يأتي الشخص الثالث، يوحنا المعمدان. اتولد متأخر وجاء يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان هو اللي حط ايده على المسيح، وهو اللي استعلن المسيح على ايده، وهو اللي بيعد الطريق. ولذلك يسمى اعظم مواليد النساء. واحنا لما نروح لحضن الاب هنكون من اعظم مواليد النساء، بل ميلاد المعمودية. نرى صورة الاب في يوحنا المعمدان، نرى صورة الروح القدس في صموئيل، نرى صورة المسيح في إسحاق.